السلام عليكم. الفيديو اليوم بدنا نكمل على موضوع الإنارة. بصراحة موضوع الإنارة موضوع حلو، موضوع مهم، في شغل كتير، في شغلات جديدة كتير، فعد راح نكمل عليه اليوم. لكن اليوم راح نحسب مطبخ. كيف يعني؟ راح نوزع مطبخ، نوزع الإنارة تبعته، نشوف إيش اللازم لهذا المطبخ عشان أطلب له إنارة تكون إنارة كاملة، إنارة راكبة صح، إنارة مناسبة جدا، وسعرها يكون مناسب، وسعرها يكون مناسب. أخذنا مثال هذا المطبخ. هذا مطبخ أخذنا سيمبل كتير، مطبخ بسيط كتير عشان نبدأ فيه كبداية بسيطة تكون. بعدين إن شاء الله نسوي فيديوهات لمطابخ تكون كبيرة شوي، تكون معقدة فيها الإنارة، ونشوف كيف ممكن نطلب لها الإنارة. مثلا هذا المطبخ هنا أو هذا المخطط خلصنا مع العميل واتفقنا مثلا نحط له إنارة مثلا أسفل الدواليب السفلية العلوية، أسفل الدواليب العلوية، واخترنا له مثلا الإنارة اللي هي الشكل هذا. الشكل هذا اسمه المون، اسمه المون. لكن في شغلة قبل ما نبلش فيه لازم نعرفها. لو رحت انت على السيلز مانيوال، السيلز مانيوال راح يبين لك كودين إلها. أول كود اسمه المون. المون هو عبارة عن سبوت واحد فقط، سبوت واحد فقط. هذا السبوت بيجي إله كيبل طوله 1.70 متر. هذا السبوت تقريبا الدياميتر تبعه أو العرض تبعه 7.5، سماكته 1.5 سم. نفس هذا السبوت ممكن يركب زي ما أنت شايفه عادي، وممكن يركب بلت إن. خلينا إحنا نبدأ في العادي هلأ، يعني نفس السبوت لو فكيت الفريم تبعه هذا أنا ممكن يركب بلت إن. هذا هو الكود الألمون. الألمون هو عبارة عن سبوت واحد. تحتيه مباشرة بالسيلز مانيو راح تلاقي شيء اسمه ألمون ست. المون ست شو هو؟ هو عبارة عن 3 حبات إنارة، يعني نفس الكود بيجيك 3 حبات إنارة بالإضافة لترانس. الترانس شو هو؟ الترانس في كيبل طوله 2 متر، كيبل كهرباء، في الترانس نفسه 30 واط، في السنسور نفسه اللي بيطفي وبضوي وبيغير اللون، في اللي بيركب عليه اللي هو السبوتات، عدد 6 حبات. هذا الأدابتر ممكن تركب عليه 6 حبات إنارة. طبعا هذا الكيبل تبعه طوله 2 متر، وفي عندي هذا الكيبل 2 متر وهذا الكيبل 2 متر. ليش عمالهم بعطوه مساحة؟ عشان تقدر تحرك فيه أنت وين بدك في المطبخ. طيب خلينا نرجع للرسمة تبعتنا ونشوف إحنا كيف ممكن نوزع الإنارة. إحنا اتفقنا مع العميل نوزع تحت الدواليب السفلية، فعدنا نحط له تحت هذا الدولاب 2 حبات اللي هو تقريبا 90 سنتي. هلا في عندي الزاوية هون، نحط له برضو كمان 2 حبات بالزاوية، ممكن تيجي حبة ممكن تيجي 2 حبات، لكن نحاول نخلي المسافات بين السبوتات تكون تقريبا مناسبة. وضفنا على الدولاب اللي بعديها 1 حبة وبالآخر 1 حبة. لاحظ كل حبة هون 3.9 واط، 3.9 واط، 3.9 واط. فعاد احفظ لي هذا الرقم عشان نعرف ليش طلبنا هذا. هلا كل سبوت فيهم إلو كيبل، كل سبوت فيهم إلو كيبل طوله 1.70 متر زي ما أنت شايف. طيب هلأ بالإضافة ضفنا ركبنا اللي هو السنسور أو اللي هو البضوي وبطفي، ركبنا في المنطقة. هلأ ممكن تركبه بأي منطقة إلك أنت أو أي منطقة بتحس إنها سهل استخدامها، سهل استخدامها، يعني مش ملزم تركبه في هاي المنطقة، ممكن يركب هون وممكن يركب هون أو أي منطقة بدك إياها. طبعا ركبنا السنسور، السنسور نفسه بيكون واصل للترانس وبيكون واصل للأدابتر. أضفنا الأدابتر اللي بركب عليه، اللي بركب عليه الإنارة. لكن لاحظ شغلي معي هون، لاحظ معي إنه الأدابتر هون اللي واصل عليه 1 2 3 4، في عندي الخامس والسادس لسه مش واصلين عليه، الخامس والسادس مش واصلين عليه. الخامس والسادس عشان نضيفهم بدنا نضيف له كيبل، لأنه هذا طوله 1.70 متر، لكن المكان اللي ترانس بعيد شوي، فعاد احنا نضيف له كيبل، نضيف له كيبل كودو VK زي ما راح نحكي عليه. لاحظ هلا ضفنا له هون احنا كيبل اللي باللون الاصفر وصل بين السبوت وبين الادابتر. هيك توصيلة الانارة صارت عندي كلياتها كاملة للادابتر او للترانس بالاضافة للسنسور تبعي. فعاد الدائرة تبعت الانارة هون صارت كاملة. لو تشوف ايش الاكواد اللي استخدمناها هون، استخدمنا اول شيء كود 1 اللي هو حبه واحده من الالمون ست اللي هو عباره عن 3 حبات مع الترانس والسنسور زي ما حكينا في البدايه وزي ما راح نحكي هلا عليهم بالصور، مجموعهم كلياتهم 1141 ريال قبل الخصم. بعدين ضفنا 3 حبات المون او 3 حبات سبوت لحالهم، مجموعهم 1461 ريال.
عندنا ضفنا حبتين الفي كي او الفي كي ليد اللي هو الكيبل اللي وصلنا للترانس عشان يوصل السبوت للترانس، مجموعهم كلياتهم كامل 3910 ريال، هذا قبل الخصم، مجموعهم 3910 ريال قبل الخصم، بعد الخصم ممكن وصلوا 2800 2700، بصراحة ما حسبتها، لكن سعرها مناسب انه تختار مطبخ كامل. لكن انا اذا وصلتها بالطريقة هاي انا متأكد اول اشي انه الدائرة تبعت الانارة كاملة ما راح يواجهني اي فيها اي مشاكل. لكن في شغلة لازم ناخدها بعين الحسبان، احنا اخذنا شغلة انه الترانس الموجودة عندنا 30 وات وعندنا 6 حبات إنارة، كل حبة 3.9 وات، يعني 3.9 وات في 6 حبات بيطلع عندي تقريبا 23.4 وات، يعني أقل من قوة الترانس. فعاد الترانس عندي هون 30 وات راح يشتغل معي بكفاءة. طيب لو أخذنا مثال عكسي، لو كانت الإنارة هون أكثر من 23 وات، لو كانت الإنارة هون أكثر من 23 وات ايش بيصير؟ اول اشي هل الترانس راح يشتغل ولا مش راح يشتغل؟ هل الانارة عندي هون راح تشتغل ولا تشتغل؟ الجواب نعم راح تشتغل، لكن اول اشي بيعتمد على كم اللي زيادة عن الثلاثين وات. الشغلة الثانية ايش بيصير في الانارة هون؟ مثال لو احنا طلع مجموع الانارة عندنا هون المجموع الوات تبعها اكتر، مثلا 39 وات، 39 وات او 40 وات الترانس راح يشتغل معي، لكن ايش اللي راح يصير؟ اول اشي راح تلاقي الإنارة بتضو تطفي لحالها بدون ما تقرب، بدون ما تشتغل على السنسور راح تضو تطفي لحالها. الشغلة الثانية بعض الأحيان راح تلاقي الإنارة صارت خافتة تبعتها، خافتة جدا. ثالث إشي راح تلاقي الترانس موجود بيكون حامي جدا، وهذا خطر جدا، خطر جدا، لأنه أهم إشي في مطبخنا يكون فيه سيفتي. الشغلة الرابعة والأهم أصلاً إنه بعد فترة معينة، شهر شهرين ثلاثة ست شهور ما بعرف، راح يفصل تماماً الترانس إنه بيصير اللود عليه عادي. فعاد دائماً أنا لما أركب الإنارة تبعتي لازم أقرأ كم وات وأحسبها معه، لأنه الترانس موجود منه 30 وات موجود منه 60 وات، فعاد دائماً أنا بالسيف سايد لكن لازم أحسبها عشان أعطي ضمان عليها. خلينا نشوف بالصور الأكواد اللي استخدمناها. إحنا استخدمنا 3 أكواد فقط إنارة في هذا المطبخ. الكود الأول اللي هو المونسيت هو عبارة عن الترانس مع السنسور مع الأدابتر وثلاث حبات إنارة، هذا كلياتهم بيجي كود واحد. المون 3 حبات إنارة لحالهم، بيجي الإنارة مع كيبل طوله 170، بالإضافة للفي كيلد. الفي كيلد هو الكيبل اللي وصلنا فيه الإنارة مع الأدابتر. إن شاء الله يكون واضح الفيديو هذا. إن شاء الله لو راح نصور فيديوهين ثلاثة أربعة ما بعرف، نسوي فيها مطابخ تكون شوي معقدة ونشوف كيف وصلنا الإنارة إلها وإيش اللي استخدمناه وقديش الكوست تبعها. إذا في أي استفسارات أو أسئلة المجال نحطها على اليمر وإن شاء الله منجاوب عليها. شكرا جزيلا.